السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي شي سارة. اليوم ان شاء الله هجيب لكم الوصفات الورقة البسطيلة، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتنجح معكم بطريقة سهلة بلا شيتا. الى عجبتكم الوصفة ما نسوش تدعموا لي جيم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، واللي جديد معايا في القناة يعمل لي ابوني ويضغط على زر الجرس باش يطلع لكم كل جديد ديالي. خليكم معايا نشوفوا الطريقة والمقادير ان شاء الله. بالنسبة للمقادير تاع العجين، غنحتاجو نص كيلو تاع الطحين، الماء باش نعجنو به، شوية الملحة. بالنسبة للتوريق غنحتاجو شوية طحين ومايزينا والزيت. خليكم معايا شوفوا الطريق. نبداو في الطريقة، غنعملو داك الملحة، نبداو نعجنو بالماء بارد، يكون العجين متماسك. هذا هو العجين، بعد ما جمعته غنتركو شوية، واحد 5 دقائق، ونخليوه يرتاح. نستمر نديكو وخليه يرتاح 5 دقائق، صعبش نشكلوه كويرة صغيرين. هذا العجين بعد ما تلكته ضروري تلكو واحد 5 دقائق، نخليه واحد دابا يرتاح واحد 1/4 ساعة. عاد غادي نقطعوه كويرات صغيرة. هذا العجين بعد ما ارتاح غنشكلوه كويرات صغارين. انا غادي نعمل كويرات فيهم 27 حتى 30 غرام على حسب المقلة اللي عندي. غنوريكم الحجم قداش خصكم. عملوهم صغيورين حيتاش باقي غادي يزيدو يتورقو، مخصهمش يجيو كبارين على المقلة ديالكم. بهذا الشكل هذا انا غنستمر نقطع العجينات كاملين حتى نساليه. خليكم معايا. بعد ما كورتهم غنغطيو لهم بسلوفان ولا شي بلاستيكه، غتخليهم واحد 1/4 ساعة اخرى حتى يرتاحوا، عاد غنقدروا نطلقوه. بعد ما العجين يرتاح غناخدو 3 كويرات ب3 كويرات، غنطلقو هاد 3 كويرات بهذا الشكل هذا. نعملو لهم طحين ومايزينا، نطلقوهم شويه شوفوا. نجيب الثانية، هنوجدوهم كاملين بهذه الطريقة، عاد غنبقاو نطلقوهم ونطيبوهم بهذا الشكل هذا. نجيب واحد الشيتة ندهنوها بالزيت، هنايا الطحين ومايزينا غترشو بهذه الطريقة. غتجيبو كرة ثانية نفس العملية، غدهنوها بالزيت، غترشو عليها مايزينا والطحين، غتجيبو كرة ثالثة بهذا الشكل هذا. نخليوهم، نجيبو هاد 3 كويرات نفس العملية، غنطلقوهم بهذا الشكل هذا، ونعاودولهم بحال اللي عملنا هادو الوال حتى تكملو الكويرات ديالكم كاملين. عاد ديك الساعة ننتقلو لمرحلة نطيبوهم. ما نستمر حتى نكمل هاد العجين بهذا الشكل هذا، غنوريكم كيفاش كنطيبوه.
من بعد ما عملت ديك الكويرات ثلاثه بهم على بعضهم غادي نبدا نطلقهم. تكون وجدت واحد المقله ثقيله وقلبوها على ضخمه غنطيبوها فيها، ولا كانت عندكم شي مقله اخرى ثقيله تقدروا تستعملوها بهذا الشكل هذا. ما تخافوش يلصقوا مع بعض ما بين ورقه ورقه، عندنا الزيت والطحين وما يزينا. غنطلقها بهذا الشكل. اذا شفتوا طلقتوا العجين ديالكم بزاف وجالكم كبير، الا جالكم كبير على المقله غتشبروا شي طبسي اللي يقدر يكون قد المقله وغتنزلوه وغتقطعوا بالمص وغطيبوه، وديك العجين جمعوه وعاودوا عجنوه. غنقيس 30 غرام كيجي لي تقريبا قد المقله. بهذا الشكل هذا غادي نبقى نطلق الاطراف ما نسوهمش. عافية تكون مهيلة بهذا الشكل هذا. غنعملو على المقلة عافية مهيلة غير تشمع ما تحمروهش، خليوه واحد 20 ثواني وغادي نقلبوه. ضروري تركزوا على هاد العملية عاود الطياب كما كتشوفوا. غادي نقلبو بهذا الشكل هذا. غادي نقلبو عاود كتشوفو الوراق غادي يبقاو يتفرقو بوحديتو. نقلبوه هاهما تطيب لي العجين كيفما كتشوفو. غنحيدوه كتحيدوه من المقلة كدهن هادي الاولى بالزيت بداو تفرقوه شويه بشويه. ها هو العجين كيجي رائع. الى جلكم غليط محواشي غتعملوا له هكذا وغتقطعوه بالمقص باش تعوض لكم الدائره ديالكم. انا هذا ما جات ليش معوجه بزاف غنخليها، واللي جات لي معوجه غادي نقطعها بالمقص. دائما دهنوا ديك الورقه وغتعملوها شي منديل باش ما تشحتلكمش بهذا الشكل هذا، او تعملوا اخرى دهنوا بيدكم ولا بشيته يدي كيساعدني. غتعملوها معايا، انا كنت وجدت واحد الكميه قبل وهكذا غادي تستمر. هذا هو الشكل النهائي للورقه من بعد ما وجدت كما كتشوفوا كتجي رطبه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم باش تدعم الفائده. كتشكل كيف ما بغيتوها سيجار ولا نعملو بريوات بهذا الشكل هذا. سهله ما كتعذبش في الخدمه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالي. ما نساوش تعملوا لي جيم، واللي باقي جديد معايا في القناه تعمل لي ابوني وتضغط على زر الجرس باش يطلعكم كل جديد ديالي. وشكرا على مشاهدتكم.